مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من الحصاد الرياضي الذي نناقش فيه. هنا بملعب مصطفى تشكر بالبليدة يجري منتخب البنين أول وآخر حصة تدريبية له تحسبا لمواجهة الخضر ضمن جولة الثالثة من تصفية كأس أمم أفريقيا. الضغط الجماهيري يجب أن نتحدث عن ضغط الأنصار ودور الأنصار في تعيين المدربين وتنحية أيضا هنا في العاصمة لأنه جاء في يوم استثنائي يوم 5 جويلية يوم الاستقلال. بالنسبة لهذه المواجهة ربما كيف حضرتم لهذه المواجهة وكيف ترى هذه المواجهة أمام الملاحق نادي مالك؟ وصلنا الآن إلى أخبار الرياضة ويلتحق بنا الزميل محمد العلامة. مساء الخير. مساء الخير محمد. مساء الخير رزق. ربما ترى مستقبل الفريق في بقية مباريات هذه. رياضتي الكرة الحديدية من دون شك لا يستهوي كثيرا من الأشخاص بالمقارنة مع رياضاتي الأخرى لا سيما رياضة كرة القدم التي تحظى باهتمام جيد. اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الإعلامي والمعلق الرياضي حفيظ الدراجي. بداية حفيظ أهلا وسهلا بك، كنت من السباقين للحديث عن سحب بطولة أمم أفريقيا 2019 الفوز لكن بشرط تعادل منتخب بنين وطوغو. هذه المهمة مهمة صعبة لمنتخب غامبيا وهذا ما يزيد من إطارة هذه المواجهة ومن أهمية هذه المواجهة. إذن هي مواجهة تبدو مواجهة مثيرة، كل الظروف تبدو مواتية للمنتخب الوطني لأجل تحقيق الفوز في آخر مواجهة رسمية قبل مواجهة تونس الثلاثاء القادم المواجهة الودية. كيف ترين ربما هذه المواجهة؟ هي صحيح ضد غانا البلد المنظم، إذن أجواء مميزة هنا بالقرب من ملعب مصطفى تشكر بالبليدة، الملعب الذي يحتضن نهائي النسخة 55 من منافسة كأس الجزائر. شاهدينا ختام أخبار الرياضة، إلى اللقاء.